مين من اللعيبه اللي فاتت اللي شايف ممكن يكسبوا كل اللعيبه اللي هنا دي دلوقتي؟ عادي ممكن تقولها رامي عاشور طبعا. لا يمكن طبعا في لعيبه كتيره جدا، يمكن انا لعبت اجيال كتيره جدا، لعبت مع عمرو شبانه، لعبت مع كريم درويش، لعبت مع رامي عاشور. اللعيبه اللي دلوقتي بتلعب دي دلوقتي ما شافوش اللعبه ده خالص. كان رامي وانا لعبنا ماتش هنا جبار بصراحه، عمري ده لغايه النهارده بالنسبه لي المستوى ده ما اتلعبش لغايه النهارده. انا اصلا مش عارف العب بالمستوى ده لغايه النهارده عشان ما حدش اخدني بالليفل ده لغايه النهارده. ويمكن انا يمكن رامي وانا من كام يوم اتكلمنا شويه في الماتش ده، ويعني فعلا هو واحد يعني اللعبه خسرت كتير لما هو اعتزل بسبب اصاباته، بس هي دي الحياه. وان شاء الله احاول اوصل للنهائي، انا عارف ان هو النهارده ان واحد موجود في النهائي، وان شاء الله ابقى العب بالنهائي ان شاء الله قدامه يعني ان شاء الله. شكرا. المباراه اللي جايه مع بول تعتبر نهائي مبكر؟ لا 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 مش نهائي مبكر، ما هو انا رقم 3 على العالم يعني في الاخر، انا يا اما هبقى في سكه علي يا اما هبقى في سكه بول، فما فيش اي نهائي. احنا بنلعب في الماتشات السيمي فاينلز كلها يعني، انت هو ده الدور استحقتها في الاخر، فهيبقى ماتش كبير جدا في السيمي فاينل. احنا لعبنا بعض فاينل هنا من سنه، لعبنا بعض ماتش حلو ليا طبعا عشان كسبت بصراحه، لكن هنلعب ماتش كبير لسه لاعبين بتوع ماتش كبير، وفعلا انا اتشرفت جدا ان انا اخش معاه تاني الملعب ونلعب بعض. ان هي دي الماتشات اللي انا بعيش عليها او بعيش عشانها وبتمرن ليها، فا او ان شاء الله نلعب ماتش حلو للناس يعني. اكيد عاوز ارجع رقم واحد العالم، ما فيهاش يعني طموحي ان ارجع رقم واحد العالم، وبطوله العالم كانت جود ستيب ان انا ارجع تاني مستوايا، واقول ان انا بحاول ارجع تاني. يمكن ما كانش هيبقى فير قوي ان انا اكسب بطوله العالم بصراحه، مع اني كنت قريب، بس علي وبول الاثنين كانوا كونسيستنت عني السيزون كله، وهم اللي كانوا حد فيهم يستحق يكسب بطوله العالم السنه دي من غير كلام يعني. بس يعني زي ما قلت بطوله العالم بالنسبه لي كانت خطوه، واهو دي ان شاء الله تبقى الخطوه الثانيه بصراحه. رحت اتمرنت معاه من شهر ونص، وكان جريجور جوتي، احنا لعبنا ماتشات كتيره جدا مع بعض في التور، لعبنا اكثر من 25 مره، فاينل منهم كان فاينل بطوله الجونه، كان هو كسبني 2-0 جاي 3-2، لعبنا اتحاربنا مع بعض كتير. فكلمته وهو اعتزل من سنة، وكلمته من شهر وقلت له ان انا كنت فعلا كان مخي مش في اللعبه، مش مخي في اللعبه، كنت تعبان جدا، مش قادر يعني، ما فيش الانرجي اللي كانت عندي قبل كده ان انا العب، فمش عارف هل ده انا خلاص كده مش زي زمان، ولا لسه فيا ممكن اكمل زي زمان، ولا بقيت في فتره بقيت متلخبط فيها خالص بصراحه، والتشالنجز كانت صعبه جدا عليا. كلمته في التليفون وشرحت له كل حاجه، قال لي تعالى لي هناك في التشيك في براغ، تعالى لي نتكلم، تعالى نتمرن، وبدانا، وهو كان رجع لي كل حاجه تاني، قال لي اللي انت بتقوله ده يا ابني، قال لي بالانجلش طبعا، بس قال لي فوقني طبعا، ادالي قلمين كده على وشي وفوقني ورجعني تاني.